جيسيكا عزار، هذه الإعلامية اللي في كل شيء تسويه تكون in the spotlight. لهذا السبب sometimes تسمع تعليقات جيدة thank you sometimes هذه التعليقات ما تكون على مزاجها أبدا. بالأول كنت أتأثر، بالآخر أنا صرت أفكر أنه الهجوم عم بيقلل من شأنه مش من شأنه. حتى بعرسها ما سلمت من الانتقادات. مشكل أنه في ناس بيحاولوا يألفوا كذبة يصدقوها بيمشوا فيها بيصيروا مقتنعين أنه هيدي الكذبة عني مزبوطة ليحسوا حالهم أنه هن مهمين، فصرت أخذهم على قد عقلهم. كل حياتي ما برد ورح ضل مرد أنا ما رح أتغير. بالنتيجة جيسيكا نجحت في برنامجها وبنشوفها في سيزن 2. مثل جمعنا 2020 بتكون النتيجة 40. ولا مرة النجاح لازم يحسسك بالأمان وتحطي إيديك بمي مسقعة وتعادد. وأكيد أنا طبعاً كل ما أعمل شيء ويلاقي ضجة عند الناس أو الناس تحبه بتزيد المسؤولية، فكرمل هيك كل نجاح بيزيد الخوف معه. وبما أن جيسيكا هي على طول المحاورة let's reverse the roles واطرحي على نفسك سؤال ما سألتش إياه أي أحد لين اليوم. شو؟ جيسيكا ليه الحين بتنطرينا؟ لا ولا مره فكرت بهالشي، بس فيك انت تساليني السؤال يلي بدك اياه. اساليني شو بدك. اوكي، شو تغير فيك بعد الزواج؟ بعد مثل ما انا، لانه هيدي انا من وقتها ما كنت قبل التلفزيون بعد التلفزيون قبل الزواج وبعد الزواج. بالعكس صار في عندي شريك ورفيق وصديق وكل شيء، صار عندي سند هو دائما حد، وانا هيدا الشيء بيعطيني قوه. صار في عندي قوه زايده لانه معي شخص ثاني هو بيدعمني كمان. يعني ما في ندم؟ انا كثير مبسوطه، ما كنت بتخيل حالي انا رح اكون جوزة حدا غير محمد، لأنه فعلا هو نص التاني. أكيد touch wood دقوا على الخشب. عرسي كان بعقل. هيدا سيدريك لستايلس. هذا سيدريك وهو خلف her new look. هلا you are a bit less classic بس still لا اللي بحب بين الكيمستري هي مبنية على انه لوكيتنا عن جد بعد فترة منشوفهم منقول حلوين نرجع نلبسهم. وليتلي عامل سدري كان واضح على كفر زهرة فن. I think the look is very nice. صورناه ببيروت. It seems جيسيكا تعتمد جدا على سدري، بيشتري لي تياب بلا ما تقيس ولا تشوف ولا بياخد رأيي حتى بالموضوع. وبيسألوا على بيروت بلا انا جبتهم already، ما بسألها اصلا. يعني حتى ما عندي رأي بالموضوع. لا وعرفنا ان جيسيكا كانت هني في دبي and she has something to say. بالافتتاح تبع اكسبو 2020 غرت من الشعب الاماراتي قدي بحبوا بلدهم وقدي بحبوا القيادة تبع البلد. Thank you Jessica for this quick interview. Thank you so much. Thank you لانكم هون.